السيدات والسادة متابعي قناة الموسوعة التاريخية لإعلام حلب، فيما يلي نستعرض لكم سيرة الدكتورة الباحثة نجوى عثمان رحمها الله. الدكتورة المهندسة الباحثة نجوى عثمان ولدت عام 1954 في مدينة الباب لمحافظة حلب. الدكتورة نجوى عثمان ثمرت بيت علم وأدب، فقد عرف والدها أحمد الحمود العثمان رحمه الله بالصلاح والتقوى والعلم. درست المرحلة الابتدائية والإعدادية في مدينتها الباب، ثم التحقت بثانوية معاوية بحلب ونالت الثانوية العامة منها عام 1973. نالت شهادة الهندسة المدنية من جامعة حلب، وبعد 3 سنوات انصرفت لدراسة التراث العربي الإسلامي والتحقت بمعهد التراث العلمي العربي بحلب. نالت الماجستير في تاريخ العلوم عند العرب، وذلك عام 1991، حيث قدمت بحثا بعنوان الهندسة الإنشائية في مساجد حلب. نالت درجة الدكتوراه في دراسة علمية بحثية وميدانية أجرتها في القيروان بعنوان دراسة مقارنة بين المساجد القديمة بحلب ومدينة القيروان في تونس. أغنت المكتبة العربية بالعديد من الأبحاث والدراسات المميزة، وقد ألفت بالتعاون مع المرحوم محمد فؤاد عنتابي كتاب حلب في 100 عام، وكذلك النقل الداخلي في حلب في القرن العشرين. لها كتاب غاية في المتعة بعنوان مكابدات لطيفة ومواقف طريفة، وكذلك من خلال تجوالها على مساجد حلب والقيروان قدمت ما يقارب 35 بحث ودراسة علمية، وشاركت في عدد كبير من المؤتمرات والندوات وحلقات البحث العلمية. مؤلفاتها الهندسة الإنشائية في مساجد حلب، جامعة حلب 1992، حلب في 100 عام 3 أجزاء، مساجد القيروان، دمشق 2000، النقل الداخلي بحلب في القرن العشرين، مكابدات لطيفة ومواقف طريفة، كتب تركتها قيد التحرير منها الزوايا والمدارس الأثرية في القيروان، تاريخ العمارة الإسلامية، الرنوك على العمائر المملوكية في سوريا، النقائش بمدينة حلب في العصر العثماني، أبنية وشواهد قبور، الآثار والأوابد التاريخية في حلب وكلس وغازي عنتاب، وهي عضوة في الجمعية السورية لتاريخ العلوم، جمعية العاديات، الاتحاد العام للآثاريين العرب، هيئة تحرير مجلة هندسة، هيئة تحرير مجلة العاديات، رئيسة لجنة الدراسة الفنية لمشروع الأوابد التاريخية في حلب وكلس وعنتاب. الجوائز، حصلت الدكتورة نجوى عثمان على الجوائز التالية: جائزة الباسل للإنتاج الفكري في حلب، كرمت في نقابة المهندسين وحصلت على شهادة تقدير كمهندسة مبدعة في مجال الدراسات التراثية، كرمت بمناسبة يوم المرأة العالمي كامرأة مميزة في آذار 2007. توفيت رحمها الله في حادث سير بتاريخ 9/2/2009. لم يسعفها الوقت والقدر لمتابعة مشوارها العلمي الناجح بامتياز، فتركت مشاريع علمية غير منجزة، منها الآثار والأوابد التاريخية في حلب وكلس وغازي عنتاب، فكانت تسافر من أجله وتلتقط الصور وتضع الشروح. أهدى زوها مكتبتها إلى المكتبة الوقفية بحلب، تضم المكتبة 2500 عنوان، بعضها نفيس والآخر نسخ نادرة من كتب لم تعد متوفرة في المكتبات للاقتناء. بعد وفاة الدكتورة نجوى عثمان رحمها الله، بادر كثير من أدباء حلب ومثقفوها ومن مؤسسات علمية وأدبية أخرى بكتابة ذكرياتهم عنها. رثتها مؤسسة الإدريسي المغربية الإسبانية، وقالت: شمعة مضيئة على مآذيننا بالمشرق والمغرب، انطفأت وظل نورها وهاجا. رحم الله الدكتورة نجوى عثمان
وأسكنها فسيح جناته. الأخوات والإخوة الكرام، يرجى الاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ليصلكم ما نقدمه. شكرا جزيلا لكم.